الخطوة الأولى في أي رحلة هي إيش؟ إنك تحدد هدفك. أنت لازم تحدد هدفك عشان تعرف أنت وين رايح. لو ما حددت هدفك يعني كيف بتوصل؟ يعني إذا ما عرفت الفاينل ديستنيشن الطيارة وين حتروح؟ يعني لازم أنت تحدد هدفك. وأهم شيء في تحديد الهدف شيء اللي هو يكون هدفك واضح وصريح، والشيء الثاني إنك تحط الوقت لتنفيذه، لأنك إذا ما حطيت الوقت حتسوف فيه وحتهمله وما حتكون ماشي على الخطة اللي أنت حاطها. عنوان حلقتنا اليوم اللي هو الهدف، يعني احنا ضروري اننا نحط هدف لخططنا مهما كانت صحيه او رياضيه او غيرها. يعني انا حاب اليوم اشارككم هذا الكتاب اللي هو جورج كروز. هذا الكتاب يعني اللي يميزه انه فيه وسائل رائعه وادوات جدا جميله في وضع الاهداف، يعني حيساعدك في وضع خطه، يعني كيف بتنقص وزنك، متى حتوصل للوزن اللي انت تبغاه، يعني حيساعدك كيف يعني تراقب تقدمك، وحيساعدك في اشياء كثيره. انا صراحه انصح باقتناء هذا الكتاب انه حيفيدك، في معلومات مبدئيه يعني عن تخفيف الوزن، بعض المعلومات اللي حتساعدك في حساب السعرات والوزن اللي لازم توصله. وفي من الاشياء الجميله اللي موجوده في هذا الكتاب بعض النصائح التحفيزيه، يعني ممكن تسجل عليه الاشياء يعني اللي انت تسويها يعني اذا اتبعت هذا الكتاب. طبعا انا ان شاء الله في الرابط هنا تحت حخلي لكم بعض الاشياء اللي شفت انها مهمه، زي كيف تحط اهدافك، يعني شيء تقدر تستفيد منه خلال رحلتك في قصرك. يعني زي ما قلنا لكم الموسم هذا ان شاء الله ما حيكون طويل، ما نبغى نطول عليكم، وعد نبغاكم تبدوا تخططوا وتهتموا في الأشياء اللي إحنا حنشارككم فيها.